مشاهدينا لنقاش ملف صراع سياسي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي هيثم الخزعلي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم وبقناتكم الكريمة ومستمعيكم الكرام. كيف تفسرون ما يجري من صراع بين الكتل والذي انتقل من الخلاف على المناصب الوزارية إلى المحافظين ومجالس المحافظات أيضا؟ طبعا للأسف أنه حتى في هذه الدورة الانتخابية التي كنا نستبشر بها خيرا، على اعتبار أن رئيس الوزراء جاء كشخصية مستقلة بعيدة عن الكتل، لأن تشكيل الحكومة شهد وجود محافظة وترسخت هذه المحافظة بشكل شديد، أدى إلى تأخير تشكيل الكابينة الوزارية وعدم الموافقة على تمرير بعض الوزارات، ثم انتقل الموضوع بشكل أكبر إلى مجالس المحافظات وربما بعض المناصب السيادية الأخرى. أعتقد أن الكتل مصرة على نظام المحافظة وعلى أن تمشي يعني تسير في بدعة ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي، في حين والاستحقاق الديمقراطي الوحيد أن من يفوز هو من يشكل حكومة، وأن باقي الكتل عليها أن تنضم إلى المعارضة في داخل البرلمان. أستاذ هيثم، يتساءل البعض عن الدور الحقيقي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشكيل حكومة التكنوقراط التي وعد بها ولم ينجح حتى الآن في تشكيلها. طبعا حكومة التكنوقراط، حتى لو قلنا أن حكومة التكنوقراط، هناك التكنوقراط مرشحين أيضا من قبل بعض الكتل، ولا يوجد هناك تكنوقراط مستقل أو كشخصية مستقلة، وإذا جاء شخصية مستقلة تكنوقراط في أي وزارة فإنها سوف تكون ضعيفة وخاضعة لضغوط الكتل السياسية، وهذا ما شهدناه بتجربتنا مع التكنوقراط في الحكومة السابقة. جيء بعدد من الوزراء الذين لم يستطيعوا أن يلبوا احتياجاتهم وتطلبات المواطن العراقي، وخضعوا للضغوط على اعتبار أنه لا يوجد هناك من يسندهم في العملية السياسية. أعتقد أن السيد عبد المهدي ترك له حرية الخيار مناصفة مع الكتل السياسية، فهو اختار 14 وزارة منذ اختياره كرئيس وزراء، والآن بعض الوزارات السيادية والمناصب المهمة تصر على الكتل أن تكون المرشحين من هذه الكتل. وأبسط تجربة لدينا عرقلة الداخلية والدفاع والتربية، ومرشحي التربية هذه ثالث مرشحة يتم رفضها في داخل البرلمان، وثالث مرشحة غير مؤهلة، على اعتبار أنه كل المرشحين الذين تم طرحهم لهذا المنصب من كتلة معينة كلهم كانت لهم صلات بتنظيمات إرهابية وبتنظيم داعش. إلى أي مدى تؤثر تبعية القرار السياسي لجهات خارجية، تؤثر في زيادة الاحتقان السياسي وظاهرة المال السياسي وانتشار الفساد في اختيار أصحاب المناصب؟ طبعا ظاهرة التبعية السياسية والتأثير السياسي له أثر كبير في تشكيل الحكومة العراقية، وشاهدنا انشطار في داخل الكتل حتى التي تنتمي إلى مكون واحد تبعا لارتباطاتها الخارجية. فهناك مثلا في البيت السني كان هناك خلاف حول مرشحي وزارة الدفاع، هناك جناح مدعوم من قطر وتركيا، وهناك جناح آخر مدعوم من العربية السعودية وباقي دول الخليج، وكلاهما يصر على ترشيح وزير الدفاع. هناك جناح آخر، جناح مكون الشيعي أيضا، وسيطرة واضحة للطرف الإيراني، سيطرة واضحة من جهة أخرى، من جهة ثالثة، من قبل الولايات المتحدة. أستاذ هيثم، طبعا كل المكونات في داخل المكونات العراقية، السنة والشيعة وحتى الكرد، هم منقسمين الآن حول ترشيح الوزراء في المناصب السيادية، وينضمون أيضا إلى كتل واحدة. الكتلة الواحدة تجدها تضم الشيعة والسنة والكرد، وهناك انقسامات في داخل المكون الواحد، وهناك إيجابية بعدم ظهور الكتل بشكل تكتلات طائفية وعرقية، لأن الارتباطات السياسية ونظام المحافظة ما زال يؤثر على اختيار الوزراء. كيف يمكن للحكومة الحالية أن تخفف من الاحتقان الموجود في الشارع العراقي؟ طبعا هو لا يمكن تخفيف الاحتقان إلا بالمبادرة بمشاريع خدمية تمس حياة المواطن اليومية،
وتلبية احتياجاتي اليومية لابد من توفير أبسط حقوقي من الخدمات الكهرباء والماء في محافظة البصرة التي هي 85% من ميزانية العراق من البصرة، ولا تتمتع بأبسط الخدمات والحقوق حتى لم تحصل على قانون البترودولار الذي يمنح المحافظة المنتجة 5 دولار على كل برميل ونصف المنافذ الحدودية أيضا من البصرة. البصرة تعاني من التلوث الذي تسببه شركات النفط هناك، والأيدي العاملة التي يتابعها للشركات النفطية لا تقوم باستخدام أهالي البصرة أصحاب الأرض وأصحاب الثروة، إنما تأتي بجنسيات أخرى للاستثمار في داخل البصرة، بينما أبناء البصرة عاطلين عن العمل. هناك تجريف لأراضي زراعية كبيرة في البصرة بدعوى الاستثمارات النفطية، وهذا أيضا ضار على محافظة البصرة. أعتقد أبسط الخدمات لابد أن تبدأ من البصرة بتلبية حقوقها ومطالبها وتوفير الخدمات، ثم الانطلاق بمشاريع خدمية للمواطن وتجاوز نظام المحافظة المعرقل لإنجاز هذه المشاريع، لأن المحافظة هي تأسيس للفساد الإداري الذي يمنع أي مشروع ينطلق ما لم تكون هناك حصص للكتل في البصرة وفي كل المحافظات. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ هيثم الخزعلي الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.